أظهر تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن خطر المجاعة لا يزال قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة طالما استمر القتال بين إسرائيل وحركة حماس، خاصة بالتزامن مع استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأوضح التقرير أن أكثر من 495 ألف شخص يواجهون مستويات كارثية هي الأخطر من انعدام الأمن الغذائي. وذكرت المبادرة أن زيادة عملية توصيل الطعام والخدمات الغذائية إلى شمال قطاع غزة خلال شهري مارس وأبريل خففت قليلاً من حدة الجوع في المنطقة، مشيرة إلى خطورة تدهور الأوضاع بسبب تضاؤل مساحة العمل المتاحة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني والقدرة على تقديم المساعدات.